سلام غزالات، مرحبا بكم في قناة يسرى الطنجاوية. اليوم غادي نقدم لكم فلان في الفران، سهل في التحضير والمذاق ديالو كيجي رائع. خليكم معايا باش تشوفوا الوصفة، وإذا كنتوا أول مرة كتفرجوا مرحبا بكم، اشتركوا باش يبقى يوصلكم جديد دائما. ودابا خليكم مع المقادير. بالنسبة للمقادير عندي هنايا 5 ديال البيضات، 370 غرام ديال الحليب المركز المحلى، حليب نسلي، نص يترو ديال الحليب. عندي هنايا قشور ديال الليمونه، تقدروا تعملوا في عيطو قشور ديال التشين اي برتقال. وعندي هنايا كراميل واجد للتزيين، الا ما توفرش عندكم تقدروا تعدلوا كراميل بيدكم، يعني تعملوا الكميه السكر اللي نتوما بغيتوا في شي كاسويله على العافيه، ومع قطيره ديال الماء وخليوها حتى تغلي وترجع كراميل وتستعملوها. ندوزوا نشوفوا الطريقه. دابا هنايا في الخلاط الكهربائي غادي نعمل الحليب، غنعمل جميع المكونات مع بعضياتو. غادي نزيد بيضات، صافي. دابا غادي نطحن الخليط ديالي. هنايا جبت المول اللي غادي ندخل الفران، حطيته في وسط مول يكون كبير عليه ويكون حتى هو كيدخل الفران، حيت خصنا نطيبوه في حمام مريم. فهنايا غادي نعمر، غادي نعمل الكراميل. انا قلت لكم بغيتو تعدلوه بيداكم. بسم الله. صافي دابا الخليط ديالي ها هو تخلط، غادي نخويه فوق الكراميل. دابا عندي هنايا المطايب، غادي نخوي هنايا، غادي نعمرو تقريبا اكثر من النص، تقريبا ثلثين. صافي دابا غادي ندخلو الفران، غادي نخليوه تقريبا ما بين ساعه الا ربع حتى ساعه على حسب، وديك الساعه نيتك نخرجه. صافي انا خرجته من الفران، دخلت الموس وخرجته، ما كيخرجش شي فازه كيف ما كتشوفوا، يعني طايب. دابا غادي ندخلو النبيره وغادي نخليه ليله كامله في النبيره حتى يبرد مزيان، تنغدى عاد نقلبوه من المول. ها هو فلان ديالنا الغزالات من بعد ما خرجته من النبيره. صافي انا خليته، قلت لكم خليته ليله كامله، ومن بعد قلبته هنايا في الطبسي. دابا غادي نزوقو بشويه ديال ناطا اولا كريم شانتي اذا بغيتو، يعني على حسب الذوق ديالكم داكشي كيبقى اختيار. هنايا جبت شويه ديال شعريه ديال الشوكولا، غادي نحط شويه من فوقي هيدا. وهذا هو الشكل النهائي ديال الفلان ديالنا. صافي التزيين كيبقى على حسب الذوق ديالكم كيف ما قلت لكم. كنتمنى الوصفه ديال اليوم تكون عجبتكم وتجربوها ان شاء الله. شكرا على حسن المتابعه، ما تنساوش تخليولي لايك وتشتركوا في القناه اذا كنتوا باقي ما مشتركينش. بسلامه، نتلاقاو فيديو جديد ان شاء الله.